حراس طبعا جدا المرمى احمد اكرامي رحمه الله عليه. احمد اكرامي طبعا كانوا بيقولوا حاجه جامده جدا. طبعا. طيب معلش في النقطه دي تحديدا لان مهمه جدا، كنت بتتعامل مع شريف او احمد الله يرحمه ساعتها بشكل معين بما انهم ولاد وحش افريقيا؟ لا خلي بالك الولاد دول عندهم ام عظيمه جدا، مدام نعمات مرات كابتن اكرامي كانت هي اللي بتراعيهم، لان كان بيبقى في حرج بيني وبين اكرامي. طبعا وانا عشان كده بسال. كانت هي بتراعيهم وهم اولاد متربيين يعني كانوا متربيين. احمد يعني في الاخر شويه يعني كان في يعني صحوبيه قوي ما بيني وبينه. رحمة الله عليه. شريف بقى. شريف مره يعني بدا معايا من هو في عمر ياسين ابنه دلوقتي 13 14 سنه. لا والله. يعني وانا اللي اخترته كمان، انا اللي اخترته في الاختبارات. اصل ده مهم ليه؟ لانه دايما يقول لك ايه اصل المجامله. لا لا لا، اصل المش عارف ايه. مفيش حاجه اسمها مجامله. كابتن طارق عنفني علشان اخترت شريف، كان شريف يسمع الكلام ده لاول مره. طارق مين؟ سليم. كابتن طارق الله يرحمه. لانه كان سليم. مدير القطاع. انت ما بتكملوش يا تايم بتاعت انت عارفه. مش ما ينفعش تقال في التلفزيون. قلت له ده هيبقى جون، ده هيبقى جون مصر. وبقى جون مصر. الحمد لله. ثقة. لا عنده مقاومات. انت دايما عندك يا كابتن بعد نظر يعني. وسبحان الله دايما لما بيحصل حتى حاجه لو حصلت من 3 4 سنين او من سنه او من شهرين، ان الله يدافع عن الذين امنوا، تلاقي بعدها حصل ايه يقول لك كل الناس يا كابتن ناجي كان عنده حق، كان عنده حق في ان هو ما اختارش فلان او اسلام مثلا. وعشان كده انا ما بهتمش بالفتره اللي فيها المقر يعني. لا لا خالص عمري. اصل هي المساله ايه؟ ان انت بتعمل شغلك. وهما بيعملوا شغلهم. شغلهم ايه؟ الكلام. بياخدوا عليه فلوس. صح. فماليش دعوه اللي عايز يتكلم يعمل شغلته. هو بيعمل شغلته. دلوقتي طلع ان الكلام الاختيارات اللي حضرتك اخترتها اثناء كاس العالم واثناء افريقيا كاس افريقيا، الناس ساعتها كانت بتهاجمك وكانت بتقول عليك اصل انت عشان اهلاوي. انا اسف. لا انت عايز تاخد كل لعيبه النادي الاهلي. انا اهلاوي بس انا شغلي. طبعا اهلاوي انا. ده شغلي. شغلي اللي انا ربنا هيحاسبني عليه. يعني انت بتشتغل عشان تحقق عشان تستمر. بالظبط. مش ممكن هتستمر الا وانت الادوات بتاعتك تنجحك. مظبوط. فالناس ما بتفكرش يعني بتخش فيها بقى العواطف والتعصب و... يعني حتى يعني انا عندي بيت في اسماعيليه. مش عارف اروحه. بس دلوقتي ممكن اروحه. دلوقتي ممكن تروح. بتهيألي. بتهيألي. لا مش تهيألك، دي حقيقه. انت ما شفتش يعني الكومنتات اللي جايه عامله ازاي. لكن انا فعلا حاولت بكل ما استطيع من قوه ان انا ابقى عندي ضمير وشفافيه، وكل المدربين اللي اشتغلت معاهم بفضل الله ادوني المسؤوليه كامله. فلا الحمد لله. الحمد لله. عشان كده انا دايما بقول احمد ناجي المدير الفني، ما بقولش مدرب حراس المرمى. ممكن بتبدا هم يشوفوك يطمنوا يشوفوا انت شغلك ايه بتعمل ايه عشان يدوك الاجانب طبعا. مستر مانويل جيه كان بيديني 10 دقايق في التمرين في الاول. كنت موجود.